موجز لإبرز تحقيقات وطن فاكت تشيك الأسبوع الماضي. أولاً، حسابات عبرية تداولت فيديو منسوباً للمقاومة الفلسطينية وأرفقوه بإدعاء مفاده أن الفلسطينيين يهددون بقتل الفرنسيين على خلفية دعمهم للاحتلال ومشاركة إسرائيل في الأولمبياد في باريس. بعد التحقق تبين أنه مفبرك، إذ نشر في حساب مشبوه، كما لا تشير اللهجة التي يتحدث بها الشاب في الفيديو إلى اللهجة الفلسطينية، ولا تشبه طريقة تصوير الفيديو طريقة عمل المقاومة الفلسطينية، وهو ما نفاه عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق، الذي أكد أن هذا الفيديو جزء من الدعاية الإسرائيلية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية. وثانياً، مستوطنون بينهم الصحفي إيدي كوهين تداولوا فيديو تحت إدعاء أنه يوثق اعتداء فلسطينيين على نشطاء أجانب تعاطفوا مع القضية الفلسطينية. الحقيقة بأن الإدعاء مضلل، حيث يوثق المقطع اعتداء مستوطنين على مزارعين ونشطاء أجانب في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، الذين كانوا يشاركون في حملة شعبية تسمى الدفاع عن فلسطين. وثالثاً، فيديو يتداول على أنه لإصابة أحد جنود الاحتلال على يد كتائب القسام في غزة. بعد التدقيق تبين أنه قديم ويوثق لحظة إصابة جندي في الجيش السوري عام 2013. لتفاصيل أوفى زوروا موقعنا الإلكتروني عبر الرابط في البايو.